ولكي أثبت لكم بأن فعلا هذا السخان فهو معطل يعني غير شغال، أهدرت لكم قابس كهرباء أو مصدر كهرباء وقمت بتوصيل القابس الخاص بالسخان مع الكهرباء مباشرة. وكما تلاحظون أول مشكل المصباح لا يضيء، ثاني مشكل قمت بوضع يدي يعني أمسك هذا السخان بيدي لكنه لا يقوم بحرقه ولا أي شيء، يعني أن هذا السخان فهو معطل وغير شغال بصفة نهائية. ولكي أؤكد لكم فعلا بأن السخان معطل، قمت بإحضار سطل من الماء وأدخلت داخله هذا السخان، وبطبيعة الحال فهو مرتبط بالكهرباء، وقمت بعمل التنازلي 12 ثانية. منطقيا عندما تنتهي 12 ثانية يجب على السخان إما أن يعطي تموج يعني يمثل بأن الماء يسخن، أو عندما نقوم بإزالة تلك السخان فهو يبين لك تبخر الماء يعني أن السخان شغال. كما تلاحظون عندما قمنا بنزع هذا السخان من الماء فهو لم يعطي أي إشارة من الذي ذكرنا، يعني أنه عاطل عن العمل ويجب علينا إصلاحه. إذا نحتاج إلى مفك بلغي أو أداة معدنية قوية، ونقوم بإزالة هذه القطعة البلاستيكية الخضراء، نقوم بإزالتها وسحبها إلى الأخير ونبعدها من جانبنا. كذلك نحتاج إلى مفك بلغي بهذا الشكل، ونقوم بفتح هذه المسامير أو البلاغي الأربعة، ثم نقوم بإزالة تفكيك الهيكل. كما تلاحظون مباشرة يظهر لنا هنالك احتراق، مكان احتراق، ويظهر لنا أن بعض الخيوط فهي مقطعة وبعض المصابع فهي محروقة. إذا سوف أقوم بالتطرق إلى كل شيء على حدة. إذا أولا لاحظوا بالنسبة لهذا السلك الأحمر فهو يعني أصبح ضعيف جدا وأصبح مهترئ، يعني يقوم بالانقطاع لوحده. كذلك لدينا هذه المقاومة التي كانت مرتبطة مع المصباح، يعني احترقت كل من المقاومة والمصباح معا. إذا نحن لسنا بحاجة إليهما، نقوم بإزالة المقاومة ثم نقوم بإزالة المصباح، نقوم برميهما جانبا. بما أن السلك الأحمر قد انقطع وأصبح قصير جدا، سوف نقوم بتقطيع حتى السلك الأخضر أو السلك الثاني الذي بجواره. أقوم بإزالة هذه القطع المعدنية الصغيرة التي تقوم بربط الخيط الكهربائي مع سلك السخان النحاسي. باستعمال سكين نقوم بسنفرة أو حك أو برد رؤوس السخان لأنها محترقة لكي تمرر الكهرباء بشكل جيد. نقوم بإحضار السلك الكهربائي الذي قمنا بإزالته قبل قليل، ونقوم بتقطيعه من هذه المنطقة بهذا الشكل، ثم نقوم بتعرية الخيط بهذا المقاس كما تلاحظون، نقوم بتعرية الخيوط نفسها بهذا الشكل، ثم في الأخير نقوم بمحاولة تعرية تلك الأسلاك الكهربائية لكي نعرف هل هي يعني مهترئة يعني فهي هشة أم لا زالت قوية. إن كانت هشة نقوم بتقطيع في مسافة أقل أو مسافة أكثر، إن كانت جيدة فتابع الفيديو للأخير. ولكي نحمي السلك الكهربائي من الانقطاع أو الانفلات نقوم بعمل عقدة محكمة جيدا بهذا الشكل. كما ترون لو قمنا بإغلاق سدادات وقمنا بسحب الخيط فالخيط لن ينتزع ولن يتقطع لأنه أصبح محكم جيدا. والآن طريقة توصيل السلك الكهربائي مع السخان، لو قمنا بتركيبها هكذا فهو جيد، لو قمنا بقلب الألوان فهو كذلك جيد. والآن انتبهوا جيدا لطريقة ربط السلك الكهربائي مع رؤوس السخان، لاحظوا جيدا الطريقة. فقمت بتبطيء الفيديو قدر الإمكان لكي تروا الطريقة بشكل جيد، وتقومون بربط يعني السلك بالطريقة الصحيحة مع السخان. كذلك السلك الثاني نفس الشيء، أحاول تبطيء الفيديو قدر الإمكان لكي يكون الشرح أكثر وضوحا بالنسبة للجميع. نحتاج إلى بانس أو ملقاط، ونقوم بإعادة تثبيت تلك الأسلاك الكهربائية مع رؤوس السخان. الآن أعيد تركيب هذه القطع المعدنية أو اللواقط التي تربط السلك الكهربائي مع رؤوس السخان لكي تمنع حدوث أي دارة كهربائية أو احتراق بالنسبة للسخان. كما ترون فالسلك الكهربائي أصبح مرتبط بشكل ممتاز مع السخان. الآن سوف أثبت لكم فعلا بأن السخان قمنا بإصلاحه. نحتاج إلى قابس كهربائي أو مصدر كهرباء 120 كهرباء المنزل، أقوم بتوصيل هذا السخان مع الكهرباء وأقوم بعمل عد تنازلي 12 ثانية. لاحظوا ماذا سوف يقع عندما تنتهي 12 ثانية. إذا كما تلاحظون 12 ثانية انتهت. الآن نحتاج إلى سطل من الماء الذي قمنا بالتجربة عليه المرة السابقة. لاحظوا سوف نقوم بإدخال السخان مباشرة وسط الماء، لاحظوا ماذا سوف يقع. كما تلاحظون ظهر الدخان، يعني أن السخان أصبح شغال بدون أي مشاكل وفقط بهذه الخطوات التي قمت بفعلها وإياكم. والآن نقوم بتركيب غطاء الحماية للسخان بهذا الشكل، نقوم بوضع القطعة الأولى ثم نقوم بإدارته، ونقوم بتركيب الخيط أو السلك الكهربائي بهذا الشكل، ثم نقوم بوضع تلك العقدة في الوسط، نقوم بالضغط عليها. القطعة الثانية البيضاء نضعها في الآلة بهذا الشكل ونقوم بإغلاقها، ثم نحتاج إلى المسامير أو البراغي ونضعها في مكانها ونقوم بإحكامها جيدا، ثم نقوم بتركيب هذه القطعة البلاستيكية التي تغطي مكان المسامير أو البراغي.
وكما تشاهدون أصدقائي، فقمنا بإحضار سطل أو إناء من الماء الذي قمنا بالتجربة عليه المرة السابقة. قمت بملئه بالماء وقمت بوضع داخله هذا السخان الذي قمنا بإصلاحه، وقمت بتركيبه مباشرة مع الكهرباء. وكما تلاحظون فالماء أصبح يسخن وهنالك يظهر الدخان، يعني أن الماء أصبح ساخن. كما تلاحظون أثبتت لكم بتجربة كذلك في هذه الفيديوهات في أن فعلا السخان يعني أصبح شغال والماء يغلي رغم أن المصباح فهو منطفئ. هذه هي نهاية التجربة وهذا الفيديو. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. رجاء لو استفدتم ولو إعجاب اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس لتتوصلوا دائما بأحدث الفيديوهات. إن واجهتكم أي مشاكل دعوها لي في التعليقات، فرحا بإجابتكم. بطبيعة الحال إلى اللقاء، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.